ده مصطفى هو الخروف هو ده ايوه كام ده بتاع 900 جنيه يعني بالصبر ما شاء الله بتاع 15 كيلو صبر يا مصطفى ايوه خلاص طبيب هلا في الواقع شوف انا بقولك 900 عشان ليه فلوس عند الضوي انا طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام 600 جنيه نفع ها 600 لا قليله طب 620 خليها 650 خلاص ماشي خد عايز تاخذ لك عربون 200 هات الباقي بكره بالليل ماشي قوام بس هو عمك الضوي راح قلي وقال لي هو يعني مرتاح الدنيا خلاص اقول لك 200 يا عمي والراي قال لي يعني قال لي ولا انت مزنوق بيع لك خروف من هناك 200 وبكره هات هات الباقيات دي كام لا معي طلبات راح اجيب حاجات ثانيه ما المهم انت ايه ضلك تمام هتطلعوا لي برا ولا لا؟ لا خذ انت شيله وانا كده هروح احش حبات حش لباقي البهايم دي طب ماشي افتح لي الباب خذ سيد ماشي يلا عاد قول مبروك هذا بارك لنا هات يدك هذا بارك لك تمام ها اي حد يسالك قول له لا تمام يا راجل اي حاجه يعني جاي من السوق بيه افتح يا عم افتح هذا مصطفى يا ليه انت عليه ليه ماسك خروف ده ايه جابكم هنا انتوا ايه بتعملوا نفس الزريبه ما عش هو راح يطعمه يطعم يا طعم تعبان خروف انت شورتني ما هو لقيت خروف تعبان ورايح يطعمه هو انا في حقه يا طعم وين هو قال احنا مش من الطعم بطعمه ايه جاب ده هنا ما خروف تعبان عيان ايه عيال خروف انت ايه عنده امساك عنده امساك قال لي عنده امساك يا ابوي عنده امساك خروف اسمع كلامي ايه عنده امساك قال انا بس عندي امساك ليه شهرين مش بروح للدكتور يا ابوي انت عشان هو رن علي قال الخروف تعبان بتاع الحاج الدوي قلت له انا عندي علاج ليه خروف يا ابوي انا معيش فيش حاجه انا بتبيع بهايمي ما بعتش بهايم انا يا عمي هذه الامانه امنك عليها انا يا ابوي دي ال 200 جنيه تحت الجمعيه تحت الجمعيه دي والخروف المره اللي فاتت برضه قلت لي مات بايع انت لا عندك مات صح ده انت يا جابك يا اخي بتاكل الفطيسه انت يا حاج دوي من الاخر هو قال لي بيع قال لي الخروف ده للبيع انا قلت لك بيع يا مربي انا قلت لك بيع هو قال لي انا قلت لك بيع يا اخي انا قلت لك بيع خلاص لا يموت عم دور توكل على الله انت توكل على الله توكل على الله خذ فلوسي هذه فلوسي يا عم دور انا لا يموت الراجل حفهمك انا فهمني يا انا ماشي يا عمي فهمك انت اقول لك توكل على الله هنا ما اشوفش عينك انا طب توكل على الله ما شغال معك يا عم ما شغال شيء توكل على الله عينك ما اشوفهاش هنا ده اللي بتاكل في خيري توكل على الله